السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طلاب الصف الرابع. إن شاء الله نبتدي الحصة الأولى من هذا الأسبوع. نفتح الكتاب المدرسي صفحة 115. النهاردة هناخد ظاهرة جديدة اسمها صدى الصوت. قلنا ظاهرة صدى الصوت عبارة عن تكرار سماع الصوت، بسمع الصوت كذا مرة. طيب سماع بسمعه ليه؟ بسبب انعكاس الموجات عن جسم صلب والسطح ده بيكون كبير. يبقى أنا ظاهرة صدى الصوت ده عبارة عن انعكاس الموجات. لما بتلاقي جسم صلب، مش أي جسم يحصل عنه صدى، لازم يكون الجسم ده كبير زي المباني الجبال، تمام؟ طيب بنسمع في فترة ما بين الصوتين، الصوت الأساسي وبعدين الايه الارتداد ده، فكأني بسمع الصوت مرتين. طيب حتى نميز ظاهرة صدى الصوت لازم يكون عندي حاجتين، لازم يبقى شروط حدوث صدى الصوت حاجتين. اول حاجة لازم يكون عندي حاجز كبير زي ما احنا شايفين كده زي الجبل. المسافة كمان ما بين الحاجز ومصدر الصوت لابد ان تزيد عن 17 متر. يعني زي الولد اللي واقف ده مثلا، اطلق ادي الصوت، راح ارتد عن الجبل ورجع تاني مرة اخرى. المسافة دي لازم تكون اكبر من 17 متر، تمام؟ يبقى شروط سماع صدى الصوت لازم يكون في حاجز كبير، والمسافة بين مصدر الصوت والحاجز لا تقل عن 17 متر. تزيد تقل لا. طيب اخبرك زميلك انه في اثناء رحلة مدرسية في منطقة جبلية كان يسمع تكرار لكلامه وظن ان هناك شخصا يقلده. اللي حصل ده ايه؟ قلنا ده حصل، ده صدى صوت، وقلنا ده ارتداد الصوت عن الجبال، الجبل اللي هو كان واقف عنده. يبقى كيف ينتقل الصوت؟ بينتقل الصوت قلنا على هيئة موجات بتنتقل في الأوساط المادية، لا تنتقل في الفراغ. ما المقصود بصدى الصوت؟ قلنا ظاهرة صدى الصوت قلنا ده تكرار سماع الصوت بسبب انعكاس موجاته عن جسم صلب، ويكون السطح الجسم الصلب ده لازم يكون سطح عاكس ويكون كبير. أي الأماكن الآتية لا يمكن سماع الأصوات فيها؟ سطح القمر طبعا لأنه فراغ. أي المواد الآتية بيكون انعكاس الصوت عن سطحه أكبر؟ قلنا الأجسام الملساء هتبقى أكبر زي الزجاج، جسم أملس. أي الأجزاء الآتية يوجد في الأذن الوسطى اللي هي العظيمات الثلاثة؟ ما المسافة بين مصدر الصوت والحاجز؟ المسافة بين مصدر الصوت والحاجز علشان نسمع صدى الصوت بوضوح قلنا ايه؟ اكتر من 17 متر. طيب وظيفة الصوان قلنا بيجمع الموجات الصوتية. وظيفة القناة السمعية نقل الموجات الصوتية الى طبلة الاذن. العظيمات الثلاثة نقل الاهتزازات الى القوقعة. وضح بالرسم ظاهرة انعكاس الصوت زي ما احنا شايفين، احنا قلنا مصدر الصوت وادي الجسم، بيحصل ادي الموجات الاصلية وبعدين بتروح للجسم تعمل ايه؟ ارتداد، او ما تعمل موجات منعكسة. اشرح كيفية حدوث ظاهرة صدى الصوت. قلنا بترتبط موجات الصوت لازم بسطح عاكس كبير وبيرتد عنه وبيرجع عنه. وضح اهمية وجود اذنين اثنتين، لازم ليه عندنا واتنين اتنين عشان نحدد اتجاه مصدر الصوت. تتبع انتقال موجة صوتية دخلت في الشكل اللي قدامنا ده، قلنا صوان الأذن وبعدين القناة السمعية وبعدين طبلة الأذن وبعدين العظيمات الثلاثة وبعدين القوقعة وبعدين العصب السمعي. لماذا من الضروري وضع وقايات للأذن عند دخول المصانع اللي فيها أصوات عالية؟ قلنا علشان ايه؟ تقي الأذن من الأصوات العالية ولا تسبب ضعف في السمع. عندي الشكل اللي قدامي ده الهواء سرعة الصوت فيه 340، الماء 1450، الحديد 5100. اي الاوساط في الجدول ينتقل فيها الصوت اسرع؟ اكيد طبعا اسرع واحد اللي هو الحديد. ليه سرعة الصوت في الماء اكبر من سرعة الصوت في الهواء؟ قلنا لان جزيئات الماء بتكون اكثر تقاربا من جزيئات الهواء. يعاني بعض العاملين في المصانع بضعف السمع بسبب الأصوات الماكينات، يعني المفروض ان احنا نعمل ايه؟ طبعا اهم حاجة ارتداء سماعات الأذن الواقية من الأصوات العالية لانها بتمنع دخول الأصوات العالية الى الأذن.
لماذا تنام كلاب الحراسة في الليل وبتضع أذانها على الأرض؟ لأن احنا قلنا الصوت بينتقل أسرع في الأجسام الصلبة.